الله عليك يا شيخ سيد، مفيش اجمل مننا نبتدي يومنا كده بصوت الشيخ سيد مكاوي. سيد مكاوي رمز مصري جميل جدا وحته كده من روح مصر. مين مننا ينسى اغانيه؟ مين مننا ينسى صوت مصر الجميل سيد مكاوي؟ سيد مكاوي ابن السيده زينب، ابن الحاره الشعبيه المصريه جدا، ابن حي النصريه. بدا حياته كده مؤذن في مسجد الحنفي في حي النصريه، وبعد كده مره واحده اكتشف نفسه وصوته بانه قادر انه ينشد الاناشيد الدينيه والغناء الديني. في الخمسينيات سيد مكاوي كان هو الصوت المعتمد في الاذاعه المصريه، استطاع انه يدخل الاذاعه المصريه، وكتير جدا من المطربين شاديه، فايزه احمد، شريفه فاضل، ليلى مراد، اسامي نجاة الصغيره، اسامي كتيره جدا كان جواز مرورها كده للحياه الغنائيه المصريه هي امضة سيد مكاوي، تلحين وتوقيع سيد مكاوي. النهارده سيد مكاوي احنا بنحتفل بذكراه، وهو لما نتامل كده مسيرته الفنيه هنكتشف ان في كل محطه من محطات سيد مكاوي في كده انحياز شديد جدا للطابع المصري والمزاج المصري الشعبي. سيد مكاوي زي ما حضراتكم عارفينه اكيد، كل بيت مصري اتعود كده ودنه ان هو يسمع المسحراتي، واحنا كل سنه وحضراتكم طيبين خلاص على ابواب رمضان. مسحراتي كان ابتداع كده او ابداع سيد مكاوي، طبعا كلمات شاعرنا ابو الشعراء فؤاد حداد. سيد مكاوي حول الشعر ده لاغاني وطريقه معينه، مسحراتي العرب، كان هو بنفسه اللي بيطلع وبيسجل الاغاني دي للتلفزيون المصري بالطبله، بيدق دقه على طبلته ويفكرنا باهم الانجازات اللي احنا عملناها في مصر والعالم العربي. سيد مكاوي كمان كان مرتبط بالوجدان الشعبي العربي مش بس المصري. تفتكروا لما حصل بحر البقر، الحادثة الشهيرة سنة 67، ولما قصف الطيران الإسرائيلي بحر البقر، كتب أغنية ما تتنسيش أبدا عن لموا الكراريس، انتهى الدرس لموا الكراريس للمطربة الرائعة والراحلة شادية. كان موجود في كل لحظة من تاريخنا، كانت الأغنية موجودة، كان صوته موجود. فعلا سيد مكاوي كان صوت مصر الجميل. النهاردة 21 أبريل، هو غادر حياتنا 21 أبريل سنة 1997. بنفتكر الشيخ سيد ابن السيدة زينب.